حبيب قلبي، ازيك؟ عامل ايه النهارده؟ انا جاي اكلمك عن الجمع في الانجليش، ازاي تجمع اي كلمه تقابلك، وايه القواعد اللي بنستخدمها في الجمع، وايه الشذوذ اللي ممكن تقابلك في القواعد ديت. يلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين. بالنهاردة هنتكلم عن الجمع في الانجليش. احنا في الانجليش عندنا قاعدة اساسية للجمع وكم قاعدة كده، دولت حالات استثنائية. القاعدة الاساسية عندنا هي بكل بساطة انك لما تيجي تجمع اي كلمة حط لها اس في الاخر. والله اي كلمة تقف قدامك حط لها اس، دي كده القاعدة الاساسية، زي cats, dogs, cars, apples وغيرهم. طيب في قاعدة تاني، دي سهلة وما فيهاش مشكلة. طب في كلمات تانية لما تيجي تجمعها تلاقيهم بيحطوا لك es بعد الكلمة، طب اشمعنى؟ يعني ايه اللي بيخليهم يحطوا es؟ بيقولك احنا بنحط es للكلمة لو الكلمة انتهت بحاجة من اللي انا هقولهم دولت، يا اما x يا اما s يا اما ss يا اما sh يا اما سي اتش. ده الكلام النظري، انسى بقى كل ده، انسى امحيه، تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف ازاي لما تشوف الكلمه تعرف تحط لها اي اس ولا اس من غير ما تقعد تفكر وتحفظ القاعده. عندك كلمه زي كلاس، كلاس اللي هي فصل، كلمه كلاس اخرها اس اس، لو انت عايز تجمعها هتحط اس كمان، دي القاعده العامه، هتحط اس. طيب بعد ما تحط اس انطقها كده class، برضو ما هي كده فيها 2 اس، بقت 3 اس، هتفضل class. والله لو حطيت 20 اس هتفضل class. طب لو انا جيت قلت لك قبل ما تحط الحروف وقبل ما تبص في الكلمه وتعرف هي ايه اصلا، انا قلت لك عندك كلمه اسمها class اجمعها لي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي classes. شفت انت قلت ايه؟ قلت classes، classes، ما قلتش حاجه زي مثلا cats. تس تس تس. cats مفيش هوا بين التي والاس، صح؟ انما classes في اي كده، ها خدت بالك منها؟ في اي قبل الاس وبعد الاس. طب كلمه زي box اللي هو صندوق اجمعها كده هتقول boxes، خدت بالك انت قلت ايه؟ قلت boxes، boxes، نزلت كده، شفت الاس دي؟ دي حرف اي، فبنحط اي اس. طب كلمه زي match اللي هي مباراه اجمعها قلت ايه؟ matches، matches is، يبقى نحط es. طيب كلمه زي brush اللي هي فرشه brushes، brushes. ففندم لما تيجي تجرب لوحدك الكلمات دي هتستنتج القاعده من نفسك، هي ان الكلمات اللي اخرها s او x او sh او ch هتلاقي انك بتحط بعديها تلقائي es. نيجي لقاعده حرف الواي. قاعده حرف الواي في منتهى البساطه، قابلتك كلمه لقيت اخرها واي اقف عنده، بص على اللي قبل الواي، هل هو حرف من الحروف دولت؟ هل هو حرف من الاي او الاي او الاي او الاو او اليو اللي هم الحروف المتحركه؟ والله لو لقيتهم حرف منهم سيب الواي زي ما هي. طب لو ما لقيتهاش حرف منهم شيل الواي وحط مكانه اي اي اس. تاني هتبص على الحرف الاخير من الكلمه، لو لقيته واي شوف اللي قبله، والله لقيت اللي قبله واحد من الخمسه دول خير وبركه، يبقى سيب الواي زي ما هي وتجمع الكلمه عادي، تحط لها اس عادي. طب لو لقيته مش من الخمسه دولت يبقى شيله وحط مكانه اي اي اس، زي مثلا بيبي بقت بيبيز، بقى ده شكلها، سيتي بقت سيتيز، عشان الاثنين دولت اخرهم واي قبليها حرف مش من الخمسه دول. طب كلمه زي كي اخرها واي وقف عندها، بص على اللي قبله، واحد من الخمسه دول ولا لا؟ والله لقيته واحد من الخمسه دول يبقى سيبه زي ما هو، وهو فعلا واحد من الخمسه، يبقى مش هعمل فيها حاجه واجمعها عادي، هحط اس. القاعده العامه نفس الكلام، داي دايز. طيب حرف الاو ليه قاعده مختلفه برضو، بتشيك عليها او بتتشيك يعني عليها بنفس الطريقه اللي انت عملت تشيك بيها على حرف الواي او قاعده الواي. يعني ايه؟ يعني هتشوف حرف الاو في اخر الكلمه تقف عنده، ايه اللي قبله؟ واحد من الخمسه دول؟ سيبه زي ما هو وحط اس. ايه ده، دي نفس القاعده؟ والله. طب ما طلعش واحد من الخمسه دول، برضه سيبه زي ما هو وحط اي اس. يعني في الواي كنا بنشيل الواي ونحط اي اي اس، في الاو هنسيب الاو ونحط اي اس، زي توميتوز، هيروز، بوتيتوز، دول اخرهم او، شفنا اللي قبله لقيناه مش من الخمسه بتوعنا، يبقى حطينا اي اس في الاخر. طب حاجه زي راديوز، ستوديوز، زوز، بصينا في اخر الكلمه لقينا او، وقفنا عندها، يا باشا اللي قبله ايه؟ واحد من الخمسه دول؟ يبقى سيبه زي ما هو وحط اس عادي. اخر قاعده بقى
ودي مش ثابته ليها شواذ. قاعده حرف الاف، والله يا باشا لقيت في اخر كلمه اف او اف اي، يعني المهم انت الكلمه اللي بتنطقها اخرها اف كنطق، خلاص شيل الاف وحط في اي اس. تقول لي ايه ده بقى انت كده هتبتدي تلخبطني. لا ما تتلخبطش، الموضوع سهل كده وخد معايا في الكلام عشان تركز. تاني كلمه بصيت لها لقيت اخرها اف او اف اي وعايز تجمعها، على طول شيل الاف او الاف اي وحط في اي اس. هنا بقى انت ما بتشيكش، ما بتشوفش اللي قبله واللي بعده والكلام ده، دي بقى اسهل بكتير من الاو والواي. بتشوف الاف او اف اي تقوم شايلها وتحط في اي اس، كده انت جمعتها. زي مثلا نايف بقت نايفز، هاف بقت هافز، لايف بقت لايفز. طب ما الكلام سهل اهو، طب ايه المشكله بقى؟ المشكله ان في كلمات ما بتشيلش الاف، بتعملها عادي زيها زي اي جمعه، بتستخدم القاعده العامه ان نحط اس عادي. زي تشيف بقت تشيفز، او شيف بقت شيفز، او روف بقت روفز. اذا هي قاعده مش ثابته. اوكي كده احنا خلصنا كل القواعد. بص بقى خليك معايا كده وشوف الموضوع بالنظره اللي انا هقولها لك علشان تبقى سهله معاك. القاعده العامه عندنا ايه؟ حرف الاس. عايز تجمع اي كلمه حط لها حرف الاس، بس خلي بالك لو لقيت في اخر الكلمه او او واي او اف او اف اي اقف عندهم. لو هي او او واي شوف اللي قبله، لقيت واحد من الاي او الاي او الاو او اليو او الاي يبقى سيبه زي ما هو وحط اس عادي زي ما انت بتعمل، مش هتغير حاجه في القاعده. لو لقيته حاجه مش من دول يبقى الاو هتسيبه زي ما هو وتحط اي اس بعديه، انما الواي هتشيلها وتحط اي اي اس. طب الكلمات اللي اخرها اف او اف اي شيلها وحط في اي اس، يبقى عندك الواي بتحط اي اي اس والاف بتحط في اي اس، مع ملاحظه ان ليها شواذ لازم تحفظهم كده. لازم اقول لك بقى ان في كلمات بقى ملهاش قاعده، دي بقى مش 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 مجرد شواذ كده، لا دي بتتجمع بطريقه مختلفه، الكلمه بتتغير اصلا، ودي انا مش عايز اقولها لك في الحلقه دي، خليها في حلقه تانية اجمع لك شويه كلمات كده ها وارصهم لك مره واحده. بس انا هديك مثال، عندك مثلا كلمه زي مان، عايز تجمعها هتقول من، بيرسون عايز تجمعها هتقول people. الكلمة اتغيرت خالص يا فندم. فالكلمات اللي من النوع ده بتحفظها زي ما هي. تقول لي طب هم مالهمش قاعدة؟ لا. طب مفيش طريقة احفظها؟ لا. يعني مفيش امل؟ لا. كل اللي انا اقدر اعمله لك ان انا هقول لك اكتر الكلمات الشائعة اللي ممكن تقابلك واللي بنستخدمها كتير واللي الجمع بتاعها مالوش قاعدة زي الكلمات اللي احنا سائلينها. فلو مهتم تعرف الكلمات دي او لو حابب ان انا اعملها لك في فيديو قول لي في الكومنتس، اعمل فيديو عن الكلمات اللي مالهاش قاعدة. ولو عندك اي سؤال اوعى تتحرك، سيبه في الكومنتس وانا هرد عليك. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب علشان هتشوف فيديوز حلوه جدا الفتره الجايه، وشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.